السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا لأنه بيجمع بين قوة جوجل وبين قوة الذكاء الصناعي زي شات جي بي تي. إن أنت بتعمل سيرش على موضوع معين فهو يبدأ إن هو يجيب لك أهم الكتب والمراجع وأنت تختار المراجع اللي أنت عايزها فيدمجهم لك ويعمل لك بحث أو مقال مدمج مش منسوخ من مكان واحد. فهو في نوع من أنواع الذكاء، نوع من أنواع الكوبايلوت كمساعد للبحث، لكن لازم انت تذاكر البحث اللي هو جمعه لك وتكون مستعد ان انت تجاوب اي سؤال تسأله، يعني مش غش، لا هو هيفيدك في انه يوفر لك وقت. تمام، هو معتمد على الذكاء الاصطناعي LLM لارج موديل بحيث ان هو يقدر يفهم الكتب ديت، بس بدل ما شات جي بي تي بيدور في كل حاجه لا انت بتخصص له المراجع اللي هو هيدور فيها. طيب خلينا نطلع فوق كده، اقول له ساين ان او بلاي ديمو، دي الواجهه بتاعته. بيسالني بقى انت عايز تعمل سيرش في الويب ولا لايبرري ولا اي كي اي الموقع نفسه. طيب خلينا نختار مثلا نولج جرافس، ممكن نقول احنا عايزين ندور في الويب او في اللايبرري، وعندك تقدر تساله اي سؤال. فهو نوع من انواع الذكاء الصناعي وبنفس الوقت جوجل في نفس الوقت. وممكن تعمل انت اللايبراري بتاعتك والبوك ماركت اللي هي اهم المراجع اللي انت بتستعين بيها. يعني انت مثلا متخصص في النانو تكنولوجي فبتبدا تركز على النقط ديت. تمام، هو بيقول لي ايه لو حاجه عجبتك تقدر تدوس هنا وتضيفها لللايبراري. هو انا بيشرح لي التعامل معاه ازاي. تمام، ممكن بسأله اي سؤال زي مثلا what is deep learning. فبدأ يجيب لي البحث اهوت، وتقدر تضيف add to library بحيث ان انا لما ادور بعد كده خلاص البحث ده انا شايف ان هو بحث قوي، ولما اعمل سيرش في اللايبراري دخله معايا في اللايبراري بتاعتي. تمام، او ممكن تقول له اد تو لايبراري من هنا. تمام، واي سؤال بقى عايز تساله له. تمام، ممكن تيجي هنا وتساله فهو هيجاوب من الابحاث اللي انت مختارها. زي ما تشوف إجابة مفصلة زي ما انت عايز. وممكن تسأله بعض الأسئلة تانية فيجاوبك عليها، فهو بيدمج بين الاتنين.